أول المقاطع المتداولة لمواطن سعودي يفاجئ امرأة في حائل بمبلغ 5000 ريال بعدما علم أنها تعطي الناس مما تجود حتى وإن جاءوها دون مال. نشاهد. عليه وبيقول لها 200 يعني وتشوفون شو بقول له. انتظروا. طبعا هي والله ما تعلم اني جاي لما، لكن عاد انا جاي بتلمتين بس انتظر هالسياره تروح. السلام عليكم. سعد الله مساك. يعطيك العافيه. شلونك؟ طيب يا ام محمد؟ شوفي ام محمد، اولا انا زعلان عليك. ليه؟ لانه في اثنين تواصلوا معي وقالوا جينا لما وقلنا ما معنا شيء ما معنا شيء وقالت لي لا تحلفين. ناس مؤكدوا علي انهم جوز وعييت. والله ما هي لي ولا بنت ابوي جيبها امري هالحين. تستاهلين كل خير. امس وقبل رجالا قالوا يا وين في معنا 7-8 ريال. ايه. نبي كبيبه ونبي قريش. ايه. قلت لهم ترب عندك المحطه. تستاهلين. كل شكل. طيب. ابو 20. كفو كفو اسمعي لي. بناء على هالكلام هذه 5000 ريال. لتس من رجال قال عطها ام محمد. شفينهن؟ المتعنيات خذيها تستاهلين اللي مثلك تستاهل. خذي نمسكي مدت سهلين الله يرزقك ويقود رزقك واللي مثلك والله نعتزيبه الله رزقك ان شاء الله تفضل الله يجعلهم بالعافيه عليك. هل انا اعطيت استريم ما يهمني من رجال إن قال عطاه تستاهل وادعي له ترى مالي واللي مثلك انت على ما قال قلت اللي يجي ما معه شيء نعطيه وانا والله بس حبيت اداعبك كذا اقول اهلك كذا وانزح معك لكن عاد حتى لو ما انا باصق لي الله يجزاك خير وتستاهلين اجال طيب تستاهلين الطيب حتى لي استحمد يقول ما معي شيء بس يقول ما يبي يعشينا بس يا الله يبيض الله يبيض وجهك الله يقود رزقك يصلح ما عطات ويخلي لك عيالك وانت باحسن حال الدنيا واخره ساوي وسلم لي عليه سلامة كثير باذن الله الله يجعل ان شاء الله موجة الحسنات بيه اللهم امين امين ما شاء الله الله يخلف عليها ويرزقها من واسع فضل هذه الروح النبيلة من هذه المرأة.